أكشن. فركش جعفر العملة. أنا بالروية ومحدش يقدر عليا، هي دي كانت الجملة اللي استخدمتها نجمة الجماهير نادية الجندي في التمرينات علشان تسيب علامة في كل بيت، ولحد النهاردة دور المعلمة اللي في الحارة الشعبية ما يتنسيش. ولكن المعروف عن المصريين إنهم بيسقفوا للعمل الشعبي لو البطل عمل اللي توقعوه، وبيتحولوا لجلادين لو السيناريو ما ظبطش على هواهم، وده طبعا في ظل عصر السوشيال ميديا اللي ما بيرحمش. أعمال شعبية كتير شفناها في دراما رمضان السنة دي، لكن اللي خطف الأنظار لحد دلوقتي وعامل شعبية كبيرة جدا مسلسل جعفر العمدة، وده بيأكده الفيديوهات اللي منتشرة لعدد كبير جدا من الجمهور وهم بيقلدوا نجم العمل محمد رمضان. واللي يلفت الانتباه بقى في المسلسل ده دور المرأة الشعبية اللي ظهر في الثلاثي مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، ودي أدوار بعيدة تماما عن شخصياتهم. اختلف البعض على المسألة دي، بس الواضح إن هم دول ستات المناطق الشعبية اللي في مصر، زي السيدة زينب كده اللي فيها ناس لحد دلوقتي بيقوموا من النوم ينظفوا الشوارع ويرشوا مية. ده حتى البيوت بتكون كده، فيها شقق كتير، بس ده للناس اللي معاهم فلوس ومرتاحين طبعا ماديا. من هنا نقدر نقول ان محمد سامي كمخرج قادر يقدم الواقع في اعماله بجد، على العكس من الحارة الشعبية اللي قدمها خالد يوسف ولا حتى سامح عبد العزيز في فيلم حلاوة روح. يا جماعة ده لسه في ناس شبه جعفر العمدة كده، مفتري في نفسه وبيفرض قوته ويعرف يتخانق عادي، ولو شاف حد في الشباك بيزعقله. علشان كده هتلاقي ستات المناطق الشعبية كده بجد، هتلاقي وداد ونرجس وسرية ودلال وصفصف وغيرهم زي المسلسل ما قال بالظبط. واللي يأكد ان الستات دي موجودة في مجتمعنا اللي قاله الناقد الفني طارق الشناوي، انهم موجودين في المناطق الشعبية بنسب متفاوتة، لكن اللي قدمه محمد سامي للجمهور شخصيات تتصدق، ناهيك عن انه قال عنه ده دراماتوجي بيظبط نفسه على موجة الجمهور وعارف يحب ايه وريح فين. علشان كده هو دايما بيجيب اعلى الارقام في المشاهدات زي الاسطورة والبرنس. وفي مسلسل جعفر العمدة عمل توليفة العقل، وهو اللي بيحركها من خلال اربع ستات وراجل بيتخانق وبيتصارع وعنده مشكلة البحث عن ابنه، وده بيزيد من الاقبال على المسلسل. ورغم كده طارق الشناوي قال ان في تعسف في كتابة الدراما، وكل شوية محمد سامي عاوز يضيف حاجة علشان ما يقلدوش نور الشريف في مسلسل الحاج متولي، رغم ان العمل فيه صوت الصنايعي واضح وده اللي بيحبه الجمهور. لكن المصداقية في الواقع الفني حاجة والواقع المجتمعي حاجة، يعني لو نزلت السيدة زينب وأي منطقة شعبية غالبا هتلاقي اللي في المسلسل ده، لكن محمد سامي مش ناقل للواقع بقدر ما هو عامل شخصيات الجمهور متفاعل معاها ومصدقها، وده اللي طرحناه عليكم. تفتكروا الستات دي زي مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي والستات الشعبية اللي ظهرت في مسلسل جعفر العمدة موجودين بينا في الحقيقة جوه المناطق الشعبية، ولا احنا قدام شخصيات مش موجودة في الواقع من الأساس؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.